عقدت عشيرة المشاكبة اجتماعاً الجمعة في مقر رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي، تم خلاله التشاور والتباحث حول مجريات العملية الانتخابية من خلال إلقاء العديد من الكلمات والتي أكدت على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للانتخاب. لقد شرفتموني منذ 27 عاماً بأن أكون ممثلكم في مجلس النواب الأردني، وقد تشرفت بالخدمة بمعية زملاء أفاضل، كثيرون منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كثيرون منهم خدموا لمرة أو مرتين أو ثلاث ثم غابوا عن الأنظار، ولكنكم أصريتم علي أن أكون طيل الدورات السبع التي مرت، وهذا شرف يلاحقني ما بعده شرف. وشرح الدغمي آلية الانتخاب ضمن القانون الجديد وعملية التصويت في القائمة الانتخابية الواحدة وكيفية اختيار المرشحين في القائمة، منوها إلى ضرورة اختيار الأفضل لمن يمثل صوتهم في مجلس النواب القادم، وموضحا ضرورة قيام المواطنين ممن بلغوا سن 17 عاما بإصدار الهوية الشخصية، لأن عملية الانتخاب ستتم على أساسها. سنختار لهذه القائمة أنا ومن معي، سنختار خيرة الخيرة في المرشحين، خيرة، ليس المهم من يجلبون لك الأصوات، المهم أن تكون النوعية عندما تقدمون على التصويت لهم تقدم على تصويت وضميرك مرتاح، مش تقول والله لولا أبو فيصل ماني مصوت لها القائمة، لا، تقول أنا رشحت أبو فيصل يكرم أبو فيصل وتكرم القائمة اللي معه لأنه جاب قائمة محترمة، والله لن أختار إلا النزيهين، لن أختار فاسدا، لن أختار شخصا مشبوها، لن أختار لمجرد أنه يجيب أصوات، لن أختار من يشتري الأصوات. وفوض المجتمعون من عشيرة المشاكبة وعدد من أهالي المفرق الدغمي مرشح المشاكبة بالعمل على تشكيل القائمة الانتخابية التي سيترأسها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة وفق آلية سيتم اختيارها لضمان الفوز بأكثرية في القائمة. هذا الأمر اللي يجمعنا اليوم مو هو بالهين، وينطبق عليه قول علي بن أبي طالب إن الإيمان لا يأتي على جرعات، فأما أن تكون مؤمن أو غير مؤمن وليس ما يسمى هناك نصف مؤمن، وهذا تجلى في هذا الموقف العظيم اللي يجمعكم بأبناء قبيلتكم أجمعين وبالزعيم أبو فيصل، إنه إلكوا يا العشيرة هذه دين واحد ورب واحد، هذا الشيء اللي إحنا نعتز ونفتخر. أما بالنسبة لنا إحنا كعشيرة وأبناء عمومة ومن مؤازرين وأصدقاء وأنسباء وأخوان، إحنا صوت أبو فيصل قبل صوتنا. مهما تحدثنا ومهما قلنا ومهما اجتمعنا لن نفي معالي عبد الكريم الدغمي حقه في الإنجاز والعطاء وتقديم الخدمة للوطن والمواطن. معالي عبد الكريم الدغمي أبو فيصل سطر صفحة في تاريخ الأردن المشرق في الأداء، في العطاء، في الإنجاز، حتى استطاع أن ينتزع لقب نائب وطن. نعم، عبد الكريم الدغمي نائب وطن. الأخوة الحضور، رحل المجلس 17 مجلس المقاعد الفارغة ومجلس التشريع بلا رقابة، مجلس الأسئلة بدون الإجابة، ومجلس التخبط وقلة الخبرة، مجلس الانصياع والإذعان للحكومة، مجلس الرئاسة الضعيفة. وكعادته وكما عرفناه ويعرفه الأردن كله ويعرفه زملاؤه النواب منذ المجلس 11 إلى هذا اليوم، بقي أبو فيصل رجل البرلمان ومفسر الدستور وحكيم التشريع
المرجع لكل النواب في كل مجلس. سنحمي هذه القامة الوطنية، سنحمي هذه السنديانة لكي نستظل تحتها. لن ننزل أبو فيصل رضي من رضي وغضب من غضب من الشجرة. سيبقى قامة على هذا الوطن، سيبقى قامة وطنية، ونحن نعرف مسؤولياتنا الوطنية. معالي أبو فيصل يقدر ويفهم طبيعة المرحلة.